الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغر المحجلين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه حبيب رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. بداية قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة، عايز اشكركم على كل التعليقات اللي وصلتنا وكل الملاحظات الجميله اللي انتم بتنبهونا ليها، ربنا يبارك فيكم. وده يدل على شيء، دل على انكم بتتابعونا فعلا بمتابعه جيده بفضل الله عز وجل. وعايز ادعو لكل الاخوه والاخوات اللي طلبوا مننا الدعاء. احدى الاخوات بتدعو مننا او بتدعونا ان احنا ندعو لها بالزوج الصالح. اسال الله عز وجل ان يرزقك وكل كل مشاهداتنا ومتابعينا بفضل الله عز وجل بزوج صالح، وان يتق الله عز وجل فيك. بعض الاخوه تاني بيقولوا ادعوا لنا بالشفاء. اسال الله ان يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، وان يرفع عليكم كل بلاء، وان ينزل عليكم كل دواء، وان يمسح المولى عز وجل عليكم بيمينه الشافيه. واسال الله ان يغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويشرح صدوركم ويسدد رميكم ويسعد قلبكم. بحبكم في الله. تعالوا نخش في موضوعنا. القران لا ينقطع ابدا بفضل الله عز وجل جماله. في كل يوم بتستمتع بالقرآن، في كل يوم بتجد لذة في القرآن، في كل يوم بتجد إعجاز في القرآن. النهاردة سورة صغيرة، لا هو طبعا قلت سورة صغيرة، لا هي سورة قصيرة من سور القرآن، أعتقد أن كلكم بفضل الله عز وجل حفظنا. سورة الكوثر، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة قصيرة كلماتها بسيطة جدا وسهلة جدا في الحفظ، لكن فيها من الإعجاز العددي، وهو ده اللي عايز أتكلم معكم فيه، ما لا يعلمه إلا الله. أولا الكوثر هي أصغر سورة في كتاب، أقصر سورة في كتاب الله عز وجل. عدد كلمات هذه السورة 10 كلمات. خلي بالك عشان يعني رقم 10 ده هيعيش معنا شوية. يبقى عدد كلمات السورة دي 10 كلمات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، تمام كده، إن شانئك هو الأبطل، 10 كلمات، كويس كده. الآية الأولى من سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر تضمنت من الحروف الهجائية 10، تضمنت من الحروف الهجائية 10 حروف. إيه هم؟ الألف والنون والعين والطاء والياء والكاف والواو والثاء والراء واللام، تمام كده، 10 حروف هجائية. طيب الآية الثانية أيضا، الآية الثانية تضمنت أيضا 10 حروف أيضا من الحروف الهجائية: الفاء والصاد واللام والراء والباء والكاف والواو والنون والحاء والألف. الآية الثالثة سبحان الله تضمنت برضو أيضا 10 حروف من الحروف الهجائية: الألف والنون والشين والكاف والهاء والواو واللام والباء والتاء والراء. أكثر الحروف تكرارا في السورة هي الألف. طب تكررت كم مرة الألف في السورة؟ سبحان ربي 10 مرات كمان. أيوة في حاجة تاني، الحروف التي ورد كل منها مرة واحدة في سورة الكوثر عددها 10. أيضا الحروف غير المقطعة تكررت في سورة الكوثر 10 مرات. جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء. طب ترتيب الهجائي لحرف الراء في الحروف رقم كام؟ 10. ألف ب ت ث ج ح خ د ذ راء. سبحان الله برضو 10. طب حقيقة رقم 10 سبحان الله إيه؟ ما عايزين نستمتع كده ونستشعر حلاوة القرآن بفضل الله عز وجل. يا جماعة داخل السورة فيه اليوم العاشر من ذي الحجة. ازاي في داخل في السورة؟ جبت منين الكلام ده؟ مش موجودة. إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبطل. أيوة فصل ربك وإيه؟ وانحر. طيب فصل ربك وانحر، النحر بيكون يوم النحر يوم إيه؟ يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى. يوم العيد الأضحى ده يوم كام؟ يوم العاشر من ذي الحجة. ده فعلا ده اليوم العاشر من ذي الحجة، فصلي ربك وانحر. سبحان ربي، ربط مبدع. فإن دل على شيء دل على جمال القرآن وعلى أن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الرحيم الرحمن. مش عايزين نقرأ القرآن كده ونمر بنا، قولوا للكرام استشعروا القرآن وعيشوا مع القرآن، ستجد في كل وقت وفي كل لحظة معنى جميل
وإعجاز جديد بفضل الله عز وجل يخرج من كتاب الله عز وجل. هذا هو كتاب الله عز وجل، عليكم بالتمسك به، فهو حبل الله، حبل الله المتين. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من قراءته ولا من سماعه ولا من تلاوته ولا من تدبره يا رب العالمين. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.